السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا كنت بسأل حضرتك، بس انا مهندس وفاتح شركة تشطيبات، تمام؟ وبعد فالشغل اللي جاي لي مثلا شغل مع البنوك، هل ده في مشكلة؟ هل ده في حرمانية يعني ولا هتعمل ايه؟ تشطيب بنوك يعني، تشطيب بس يعني نقاشة وكهرباء وسباكة وكده. على كل جائز وغيره أفضل منهم.